اييه همزة زوينة هذه افيتو. سامسونج جي 7 برو ب 1250 درهم مزيانة. يا شويه اخويا شوف فيديو جديد فراكشن خطيره جدا جدا بطبيعه الحال. شحال هذه ما درناش رياكسيون ودابا الرجوع فهمتي، حيت كل بدايه عندها نهايه وكل بدايه عندها. واليوم رجعت لكم برياكسيون جديده لحقاش نتوما اللي طلبتوها بزاف لي كومونتير في انستغرام، تكتبوا لي يونس رد لنا الرياكسيون راه توحشناها. داكشي علاش اخوتي غنخليو ترول تايم وغنخليو حتى رياكسيون وغنحاولوا نجيبوا شي كونسيبت اخر، حيت اي حاجه تطلبوها نتوما تنديرها انا. داكشي علاش لا لايك ولا كومونتير راه غنقراهم كاملين. زيد يا بلاتي ودهن ماشي اللي كاسخون عليك شويه عليك شويه شاسخون ها قول بسم الله بلاتي غامو موها شويه الحار انا لا بزاف لا بزاف باش تدخل الحولي ديالك وتوكلوا الطاجين. راه خويا ما خصكش تذبحوا في العيد فهمتي، خصك تدخلوا في الحاله المدنيه يعني اللي جيتي عليا يعني كتوكلوا بالطاجين. خصنا نشوفوا الطاجين واش طاجين باللحم ولا طاجين عادي فهمتي. انا ما بلاتي عليك بلاتي عليك بلاتي عليك نجيبك الشحيمه الشحيمه ايوا صافي طاجين باللحم. دابا كيوكل الحولي خوه سخوت الوالدين بلاتي سخون عليك بلاتي سخون عليك كيبرد له عيب شويه كتاكل اكثر مني انا كنت انا بغاتي يا عبد الرحيم بغاتي سمعي مشكلة هادي عندي اللي ما كانت السبع قال له على لا هذا ما خصوش يتذبح تبردتني والله لا سخونة بالله مع الصباح انت يبان لك الطاجين زيد شبيتي هذا ما عندك كافي هذا ما عندك كافي غادي يشربوا تا جاي قال لك صافي مابقاش حول هذا خصك تدخلو معاك في الحاله المدنيه اخويا. هي ذبحتي راه حرام عليك هذاك هذا ما عندك انت علي شي والو المس لا تا واو 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 والله لا خويا لا تا ها هو ولد الخروفه ولد الخروفه والله الا كيشرب خاص لي اليوم كذا بشرب اليز عندك بركة كان اكثر منك كيف سالي فمو كذا صافي ولا بنادم هذا صافي هذا خصك تجلسو وتريح معاه وتذاكر معاه في شي موضوع وكذا تناقش معاه المواضيع ما خصكش تذبحو في العيد. دابا غادي نقدمو لكم واحد الكائن فضائي يلاه حطو واحد الاسطون من السماء سيرة الفضائي نايس نايس يا موهبة. علاش دابا بحال هذا ما يحلش شيشين وبدا يدير في هذا الدانس هذا اللي تيعرف ليه فهمتي راه ولكن في المغرب محال فهمتي ما يتمشى عليه شي هاي ضحكوا عليه يقولوا له مالك تزاد عليك الحال. مرحبا بكم مع اصغر كوب في الجهه الشرقيه المغرب المهم حنا تعرفنا وات ذا فاك واش هادو كوب بلادو درا مازال المشرب يعني مازال والديهم يكونوا كيربيهم كيفاش هادو كوب. المهم حنا تعرفنا في الليسي كنت كنقرا انا وياها في الباك ايوا صافي من بعد كانت بيناتنا علاقه عاليه بحال الخوت ديال جامي كانت علاقه صافي حتى شهر 10 جات عندي قالت لي راني حامل ناري اقبح خبر تسمعوا فهمتي و هي مزيان صراحه يتزوجوا هما يعني كيبغوا بعضياتهم يعني يديروا شي حاجه اللي يعني اللي دائمه ولكن عاوتاني باش هي تكون حامله وانت في السن راه بزاف اصاحبي راه مسؤوليه هذيك اصاحبي صافي حتى شهر 10 جات عندي قالت لي راني حامل انا بغيت نعرف هاد الدري كي درتي وليه واش ولدت بالدعاء ما فهمتش بيج مان هيز مان هيز مان بيسان ها ها دون كير سي مات اها اها 69 ديال العبارة هذا 69 ديال بلا ما نقول شي مدينة باش ما يقول لك تاتاني انت عنصري هيز مان هيز مان
بيشان ها ها دونكير شيمات اها اها بيتو كولا بونتي سي سي مي كتكون داير المزيكا في ودنك واش غتغني معاها كيفاش كيكون الكراسك بحال هكذا مش مائز اييه همزه زوينه هذه في افيتو سامسونج جي 7 برو ب 1250 درهم مزيانه اييه حي الرحمه خصني تقدا اخوتي التليفون هذا زوين عجبني حتى ما زوين تنبغي نعرف الاحساس ديال البيست فريند كيفاش كتحس براسك بالرجوله انا نكذبش عليك انا ما عنديش البيست فريند انا الدريه خصها تكون خصها تكون بيناتنا شي علاقه سينو بالباي باي ما عنديش القاد يدير نبقى انا امي ديالها واش بقات تعاود لي شنو كدير مع صاحبها وداك الشيء يعني ما بلانش بغيت شوكولاته وصافي دابا بغيت والو ما عندو مني بغيت شوكولاته وصافي لا نسرعوها حرق والدي البنت فاش كتجيها لي غاكل ضروري تقد تشها نوتيلا وداك الشيء وريكنها كيفاش كتكوني في الواقع بالرجل جيبوا لي شوكولاته دابا ما باغيتش سيدي شوكولاته هذا الشيء باني راه عليه وحق الله بغيت شوكولاته وصافي دابا بغيت والو ما عندو مني شوكولاته وصافي كاع حرق ولدي نبكم يا الله كاع جيبوا لي شوكولاته دابا ما باغيتش سيدي شوكولاته لا فهمتي غير سايسو مع الجير فريند ديالكم الا كانت فيها لي غاكل راه شويه تهرب لهم السلام عليكم انا جيت عاوتاني اين اللصوص اين اللصوص اين اللصوص لقد اختطوا اللصوص لقد لصصوا اختفوا لقد اختطوا اللصوص لقد لصصوا اختفوا راه شتي الا ما دوزتيش الطفوله ديالك راه اخر شي يوم كتولي هكذا باش نقول لك عيش الحياه ما حدك صغير الا مشيتي حتى كبرتي وما عشتيش الحياه راه داكشي داكشي في كبرك وفي كبرك كيكون شويه يعني شكل المهم الخوض بغيت نقول لكم حاجه واحده انك عمرك تفقد الامل في الحياه حتى تشوف كابانو قدام البحر قال الامنيات ديالي اللي تمنيت من شحال هذه وانا كنخدم جبت باك ديالي وقرايت من ورا شويه والحمد لله ودابا يا امنيتي تحققت صبغت هاد الحيط في هاد الكافانو صبغت هاداك الحيط الاخر لي وبخير وخدام وبيس اند لوف لا ولكن ما خصكش تفقد الامل اصاحبي ماشي ديك نهاية العالم شحال من واحد كيكون صباغ ولا كيبني ولا بحال هكا وفي الاخر تيبقى مفوكيس على داك الهدف ديالو في الاخر تيوصل يعني ما خصكش دير في حد لي فيديو حيت كاين شي واحد اللي يكون عادي يلاه كيتموتيفا باش يدير شي حاجه في حياته وانت دير له هاد الفيديو راه كديموتيفي غيقول شوف بنادم ها هو يعني دا الباك وكذا وهادي وما دار والو وبين قوسين راه الباك ماشي شي حاجه اللي مهمه زعما ماشي الا ما نجحتيش في الباك ولا نجحتي في الباك راك وصلتي ولا ما نجحتيش راك ما وصلتيش هذا فكر كانوا كيرسخوا لنا والدينا حيت ما عارفينش يعني كتقدر دير شي حوايج راك توصل اي حاجه يعني افار يعني الباك ولا يعني ديك راه كتبقى قرايه اكاديميه المهم انا هذا التفكير ديالي وصافي ضرب الركراكي شنو كنمشلو شحال ناخذ عندك دابا انت كتقول 40 دير معايا 6 دريال ناخذ بلا ناكلو هكا صافي دير 6 دريال ودا فابور اخويا الا كليتها فابور ولا كليتها هكا فابور يلا سيدي بسم الله ناري كياكل داك الشب ناري بزاف انا راه شحال هادي كانت عندنا واحد الشجره ديال الهنديه ولا ديال الكرموس ولا كيفاش كتسميو نتوما كنت غير كنقيس فيها كنتوعد في يدي بالشوك وكذا خونا تياكل داك الشيء انا كنا وصلنا لخير ديال الفيديو الاخوات سمعنا كنعجبكم الفيديوهات اللي دوزت لكم اليوم ما تنساوش دوزو عندي انستغرام وصيفطوا لي هاد الفيديو اللي بغيتو يدوزو في الرياكسيون الجايه وسينو ترول تايم اللي جايه وما كاين حتى مشكل اقترحوا عليا لي كونسيرت اللي بغيتوني نبدا فيهم في الفيديوهات الجايين راه كناخذ الاراء ديالكم كاملين 20 شكرا لكم بزاف وصلوا الفيديو ل 20000 لايك باش نشوفكم باللي حاضرين وتوحشتوا الرياكسيون بحال اللي انا توحشت الرياكسيون يعني فاش تحبس شي حاجه كتقدر ترجع لها بانرجي زوينه ياك يلا